السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انخفاض في سعر الذهب اليوم الخميس 6 يوليو 2023. هنتعرف على أسعار الذهب في مصر. تراجعت في بداية اليوم الخميس 6 يوليو 2023. بس قبل ما نعرف أسعار الجرامات المختلفة للذهب وعيارات 21 و18 وأسعار الجنيه الذهب، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلوك كل الأخبار الجديدة. وصلت أسعار الذهب في مصر تراجع في بداية اليوم الخميس 6 يوليو. في الأسعار المحلية ومحلات الصاغة، تراجع سعر عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والوطن العربي حوالي 20 جنيه مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء. بالنسبة لأسعار العيارات الذهب المختلفة، عيار 21 سجل 2175 جنيه، عيار 24 2486 جنيه، عيار 18864 جنيه. بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 يوليو نحو 190 جنيه وسجل 17400 جنيه مقارنة ب 17590 جنيه عند اغلاق تعاملات امس الاربع في سوق الصاغة. طبعا بالنسبة لسعر المصنعية، زي ما احنا عارفين بيختلف سعر المصنعية حسب عيار الذهب وحسب محلات الصاغة وأماكن المحلات، كل ده بيتوقف عليه من تاجر لآخر. وصلنا كده لنهاية فيديو النهاردة وعرفنا أسعار الذهب الخميس. لو في أي أخبار جديدة هوصلها لكم هنا في القناة، فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، ومع السلامة.